اهلا بالعيد بايام العيد، واهلا فيكم اصدقائي في برنامج استديو اطفال. اهلا فيكم بدر وفجر، عيدكم مبارك. ايام سعيده. دائما ايام العيد فيها الفرح والسعاده، مو بس للصغار حتى للكبار. الله يجعلنا دائما من العايدين والفايزين اصدقائي في برنامج استديو الاطفال. والحين في حلقتنا الخاصه مناسبه عيد الفطر اكيد محضرين لكم فقرات وايد مميزه وحلوه، ومنها سوالفنا مع العم ابو سالم والعيد بالكويت القديم. ومن فقراتنا العجيبة اللي جهزناها لكم اليوم هي تغطية للبرامج المميزة اللي انعرضت خلال شهر رمضان المبارك. أما باقي فقرات برنامجنا راح نخلي لكم إياها مفاجأة، ولا تنسون تتابعون باقي فقراتنا خلال حلقتنا اليوم. شو رأيكم بدر وفجر نشوف أصدقائنا ومذيعينا ببرنامج استديو الأطفال شنو حضروا لنا؟ والحين نبتدي حلقتنا مفاجأتنا الخاصة لحلقة عيد الفطر السعيد. يا احباب ومكملين معاكم أصدقائنا المشاهدين في أجواء العيد السعيدة. وطبعاً ما تكمل كشخة العيد إلا بالذهب، وإحنا اليوم بسوق الذهب نبي نراويكم شنو كشخة البنات بالأعياد. يا عيد هالهلالك وعسانا هم العايدين ونعود بطاعة الله عيدك مبارك ابو محمد وعساك من عواده. كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك، حياكم الله ملك واستديو الاطفال في محلنا. اهلا وسهلا فيك، طبعا انا من اول ما دشيت المحل وانا حاسه بطاقه ايجابيه، مثل ما يقولون ان الذهب هو الهرمون السعاده للبنات، صح؟ صح، الذهب هرمون السعاده. وايد ناس يجون سوق الذهب مو على اساس انه يشترون ذهب، بس يتفرجون على الذهب يرفع طاقتهم الايجابيه ويحسون بالسعاده، ويمكن بعدين تفكر في المستقبل شنو القطعه اللي تبي تشتريها. صح. أول شيء حابين نعرف منك شنو أهم الأشياء اللي يشترونها الناس من سوق الذهب بمناسبة العيد؟ أهم شيء يشترونه الناس في مناسبة العيد، أول شيء نبدأ بالأطفال الصغار، يشترون المضاعد والأطقم الخفيفة اللي هي خلينا نقول القلادة والتراتش والخاتم والسوارة، هذا بالنسبة للأطفال الصغار. الكبار يشترون المضاعد، أساور قفل مخفي، موديلات الجديدة اللي نازلة منهم لهم مسميات وايد. المضاعد هذه قاموا يسمونها حسب الدقة، مثلا حسب مشهورة اللي انشهرت المضاعد سموا عليها، مثلا عندنا دقة مريم زين من المضاعد المشهورة، هذا قبل سنتين ثلاثة. الحين في العنود، في الجازي، في كذا اسم موجود في عالم المضاعد والأساور القفل المخفي، هذا اللي يقبلون عليه الناس أكثر شيء، هذا في العيد. أما غير العيد مناسبات ثانية في شغلات ثانية يقبلون عليها. شنو فرق إقبال الناس على شراء الذهب بين أيام قبل والحين؟ في فرق كبير. قبل كانوا الأمهات الكبار والحريم الكبار زين إذا جت مناسبة زواج البنت مثلا يأخذونها حق سوق الذهب ويقول يلا اشتري ذهب، تختار الذهب لأن هي مجبورة على شراء الذهب حق العرس، لازم يشترون ذهب، يعتبر هو خزينة المرأة. هذا كان أكبر تأثير قبل في على التسويق وشراء الذهب. الحين لا، الحين من البنات الصغار ما شاء الله حفظهم إلى الحريم الكبار بيدهم التلفون ووسائل التواصل الاجتماعي انزين، يشوفون البلوجرز، الفاشينيستات، الانفلونسر شنو لبسوا من ذهب، شنو عرضوا، ويتشجعون يشترونه. بالاضافه الى ان مع ارتفاع الذهب الناس دروا ان الذهب قيمته فيه، اسمعوا كل واحد سمع من رفيجتها، من امها، من جدتها، من اختها، والله انا شريت الذهب خلينا نقول سنه 2000 شريتها ب 1000 دينار، الحين هي تبيعها يا ب 3000 4000 دينار، ف دروا ان الذهب فيه منه فايده. اكيد هو زينه وخزينه. أي. بالاضافه الى انه في مثل قال يقول لبسي فلوسك بيدك، تمام؟ فوايد اقبلوا الناس على الذهب، وقلنا تاثير الدقات من ناحيه وسائل التواصل الاجتماعي. زين شنو اهم الاشياء اللي يحرصون عليها محلات الذهب انها تكون موجوده بمناسبه العيد ويكون فيها اقبال من الناس؟ ضروري واساسي تكون موجود عندنا المضاعد
الأطفال والكبار، أساور قفل مخفي بالإضافة للأساور، إنزين، الخواتم، المرامي، المرامي اللي هو عبارة عن ست من ثلاث خواتم بنفس الشكل يلبسون بصبع واحد أو يلبسون ست حبات ثلاثة بثلاثة. مشكور وايد بمحمد على هذا اللقاء الحلو، يعطيك ألف عافية وعيدك مبارك. كل عام وانتم بخير، مشكورين ويعطيكم العافية جميعا. ومن أحلى قطع الذهب اللي يلبسونها البنات ويكشخون فيها بالعيد هي الأساور أو المضاعد، والحين بنوريكم أشكال راح تكشخون فيها. من الأشياء اللي تتميز فيها بعد إكسسوارات البنات اللي هي الخواتم، وخصوصاً إذا كانت طقم مع الأساور. حزام الذهب أو المحزم هو شيء وايد كشخه وهب أورادة مافتة، وبالنسبة لي أنا وايد أحب ألبسه حق المناسبات. طبعاً الأمهات ما يصلن بكشخة الذهب، دائماً يجددون بالموديلات والأشكال وخصوصاً بالعيد. وأنا هالعيد قررت أن أختار حق نفسي الذهب عشان أكشخ فيه بالزوارات. والذهب عند الكويتيين شيء مهم وخصوصاً بالعيد لأنه يكمل كشخة العيد. عيديتنا وراح نسأل أصدقائنا أسئلة سهلة وخفيفة ونوزع عليهم عيادي ومنها نتعرف عليهم أكثر. راح نسولف وياكم أصدقائنا وراح نشوف من اللي راح يربح بالعيادي. يلا خل نروح نشوف. سلام، شنو اسمك وكم عمرك؟ اسمي فاطمة وعمري 9. وانتي شنو اسمك؟ نور. إذا فزتي بالعيدية شنو راح تسوين فيها؟ راح أشتري آيفون. أوكي حلو. زين، أول سؤال، شنو هو أشهر سوق تراثي بالكويت؟ سوق المباركية ولا سوق الحمام؟ سوق المباركية. صح، فزتي معانا بجائزة مقدمة من وزارة الإعلام. عفوا. عيدك مبارك، شنو اسمك وكم عمرك؟ اسمي عبد الله ماطر الجسار وعمري 9. إذا فزت معانا اليوم بالعيدية إيش راح تسوي فيها؟ والله راح أشتري فيها ألعاب. جاهز حق السؤال؟ جاهز. السؤال يقول متى يحتفلون الكويتيين بيوم الوطني؟ 25 فبراير. مبروك فزت معانا بالجائزة من وزارة الإعلام. يلا أصدقائنا خلونا نشوف شيخة شنو أسئلته. سلام، شنو اسمك وكم عمرك؟ عبد الله حسين، عمري 16. السؤال يقول كم تلسكوب في مرصد العجيري؟ 6 ولا 1؟ 6. صح، هذه العيدية مقدمة من وزارة الإعلام.
باركوا يا احباب. حور العين المرجان كضيفة في برنامج تيدي الأطفال ونجمة من نجوم مسلسلات رمضان. أهلا صديقتي لطيفة، شكرا على الدعوة الحلوة، كل عام وانتي بخير. وانتي بخير وبصحة وسلامة، وإحنا وايد فخورين فيك على الأعمال اللي قاعد تقدمينها ومشاركتك في مسلسل هيا الروح. شكرا صديقتي لطيفة. قولي لنا أول شيء حور، أول ما قريت النص شلون فكرتي إنك تمثلينا، وهل خذيتي أفكار من أهلك أو المخرج؟ أول ما فكرت إني أمثل كان شيء سهل، لأنه مثل أنا كنت مسوي مسلسل ذهبت مع الماء، بس إن شاء الله ينزل بعد العيد. فمثل ما قلت لك سويت هذا المسلسل، فكان ثاني مسلسل، فأنا ما كنت مرتبكة، وخذيت أفكار من أهلي اثنين يعطوا من المخرج أهلي. أمي كانت معي بلوكيشن تشجعني، وأبوي كان بالبيت يشجعني. طبعا أكيد مرت عليك مواقف صعبة ومواقف حلوة وضحك، قولي لنا بعض المواقف اللي مريتي فيها. أول موقف الصعب اللي هو أكون داخل كرتون والفنان إبراهيم الحربي يرجع علي بالسيارة، يعني كان الحمد لله كل ما أخذ احتياطه وإنه رجع علي شوي شوي مو بسرعة، فالحمد لله هذا كان الشيء صعب. والشيء سهل إنه والمضحك إنه كنا قاعد نسوي المشهد اللي أنا قعدت فيه على دري المسبح، كانوا خايفين إن أنا أطيح داخل الماء لأن الماء عميق، فالحمد لله إنه ما صار شيء، بس إنه يضحكون وإحنا نضحك وما ندري شو نسوي. احنا وايد فخورين فيك باعمالك اللي قاعد تقدمينها، وكل شيء قاعد تقدمينه مميز نفسك. انا بعد فخوره فيكم في برنامج تيدي اطفال، وشكرا صديقتي لطيفه. عندك كلمه اخيره ودك تقولينها في نهايه اللقاء؟ ايه، حابه اقول حق برنامجنا تيدي اطفال شكرا على الدعوه الحلوه، وابيكم كلكم تيم مسرحيتي الاميرات عشان اشوفكم كلكم، انا اصور معكم وانتم تصورون معي. مشكوره ما قصرتي على تواجدك معنا اليوم، ونتمنى لك التوفيق. ثانك يو. رحب فيكم أصدقائنا في برنامج استوديو الأطفال في حلقتنا خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك. عيدك مبارك. أيام سعيدة، وأنا أرحب فيك أنت وأصدقائك وأطفالك الحلوين. أنا اليوم وايد مستانسة أني بدش المطبخ وياك. أطبخ طبخة حلوة وسريعة وبسيطة ومناسبة حق أصدقائنا يطبخونها حق أصدقائهم وأهلهم. لما نقدم إحنا طبخات خفيفة ولذيذة، أتمنى بس تطبقينها وتقولي لي بعدين رايج، سهلة وسريعة لكم إن شاء الله. شنو اليوم طبقنا؟ أول شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم لما ندش مطبخنا عشان الله يبارك لنا في أكلنا، وثاني شيء نستعمل الجلافز عشان نظافة أكلنا وأصدقائنا. يلا أخذي لك جلافز لبسي عشان نقدر نشتغل براحة. نبدي الحين إن شاء الله. أول شيء راح أخليك أنت تخلطين مغادير عشان تطبقين بعدين الطبق بحذافيره. بسم الله نبدي. عندنا أول شيء الجيمر، حطه هني، صبي كله. دائما نحط كذي العكس. أي يلا الحين عكسيها كذي. حطينا كوبين جيمر أو قشطة على حسب الموجود عندكم في البيت. تمام،
الحين نحط حليب المكثف كوب واحد. بسم الله. كله كله. يلا ديما. خلاص. وش نقول؟ دائما ننظف مكاننا عشان يكون مطبخنا نظيف. نقدر نشتغل براحة. نمسح الحين. يلا الحين شنو تسوين ديما؟ تشيلين المعلقة تحطين هني. تقومين تخلطين في المشبكة والسلك. أيوة. يلا أساعدك. عشان أنتي لازم تستعملين الصغير على كبرك. شوف الحين خلطنا نوخر على جنب. شو نسوي الحين؟ نخلي يمنا. نحط الطبق اللي بنقدم فيه أي نوع أنتي تحبين من الأطباق، مدور مربع كيفك. بسم الله. نشيل دولة، شيليهم عطيني إياهم عشان نشتغل براحة. الحين ناخذ من البسكوت أي نوع من البسكوت اللي عندك في البيت، أي نوع، ماسخ، مالح، حلو، تقدرين تسوين في هذا الطبق. الحلو بهالطبق إنه هو ما يخليك تتقيدين بالمواد. الحين شو نسوي؟ نقطهم في الحليب وصفي. يلا أبيك تصفي لي هذا كله، الطبقة الأولى. حط حليب فرش على حسب، نص كوب كوب على حسب المقدار، عشان ما يذوب بسكوتنا بالسريع. راح يعجبك وايد ويعجب صديقاتك ان شاء الله. خفيف وسهل وبسرعه. جت لك وحده قالت لك بسير عليك، احنا بالكلمه الكبار نقولها بنسير، انت تقول بزورك او بمرك اقعد عندك شويه، تسوي لها هذا سريع. الحين شو نسوي؟ بسم الله. نحط من الصوص كذي تقطيرات، وردي الحين مرة ثانية حطي طبقة بسكوت. مثل ما قلت لكم أطفالنا البسكوت ما نتقيد إنه نفس النوع، لا، على حسب النوع اللي عندكم. أساعدك؟ إيه. يلا عشان نخلص بسرعة أنا وياك. الحين بنسوي طبقتين ونحط عليه. طبعا اذا انا مثلا عندي ناس وايد راح اسوي طبقات اكثر، بس اذا انا كنا شخصين دائما ناخذ المعون الاصغر ونسوي الكميه الاقل، بحيث ان احنا ناكلها كلها ما، او هو طبعا تقدرين تخلونه بالثلاجه لباكر عادي، يعني ما يضره شيء. الحين حطينا الطبقه الثانيه، نحط عليها من الصوص الجميل اللذيذ الناطع اللي بيعجب ديما واصدقائها. شوف سعاد. نعم. اذا ما نبي نسوي بصواني، ايه؟ نحطها بقالب كب كيك يصير؟ اي تقدرين تحطين قطعه واحده من البسكوت. طبعا الكب كيك يكون اذا كان مدور نحط قطعه واحده من البسكوت ونحط عليها ونسوي كذا طبقه كذي ونصب عليها بالاخير. وهم بعد الطبقه الفوقيه اللي نقلب فيها ما نتقيد مثلا بالانواع اللي بنحطها، اي شيء عندك حطيه، اي شيء عندك تحطين فيه تغليف حطيها. ابي اسهل لك الموضوع كله انت واصدقائك. شوف سعاد، انا احب الفواكه، اقدر احط فواكه؟ اي طبعا بالتزيين النهائي نقدر، يا نحطها نقصصها سلايز مثلا الفراوله اللي تحبينها سلايزات ونحطها بين الطبقات، او تنحط فوق بالشكل النهائي عادي منطق. انا قلت لك الحلو هذا ما في تقييد نهائي، على كيفك انت تشكلينه. والحين شو نسوي؟ الطبقه الاخيره كلها راح نصبها بسم الله فوق البسكوت اللي سويناه. بسم الله. ايوه ساعديني شويه ديما، شاطره شطوره. تحبين المطبخ؟ ايه. تحبين تسوين بس حلو ولا تسوين اشياء باستات شيء ثاني؟ اكثر شيء الحلو، بس احب اطبخ كل الانواع. شاطره، ان شاء الله اشوفك شيف بالمستقبل. الحين أصدقائنا بنطلع فاصل ونوريكم نتيجة النهائية للطبق. طبعا أصدقائي رجعنا لكم بعد الفاصل عقب ما حطينا الطبق بالثلاجة ساعة كاملة. شف سعاد. نعم. التقليفة اللي فوق نقدر نبدلها؟ اي نعم، احنا حاطين الحين كورن فليكس، نقدر نحط من، اذا انا ما عندي في البيت مو شرط اني انا لازم اسوي نفس الشيء، اخذ من البسكوت نفسه وكسره فوق، عرفتي؟ او
إذا حابة بعد تعكسين الحلو بطاط عيدان، إيش رايك؟ إيه المالح يصير مالح وحلو نكسر الطعم، عرفتي؟ وهذا شكله النهائي، وعليكم بالعافية يا أصدقائها، وأتمنى تطبقينه ونشوف بعدين رأيكم. إن شاء الله يعطيك العافية شف سعاد، ما قصرتي، وإن شاء الله راح يكون حق أصدقائي يطبقونها وأنتوا أصدقائي يطبقوها بالبيت. عيدك مبارك، حابين نتعرف على اسمك وكم عمرك؟ أيامك سعيدة، اسمي مهدي وعمري 10. مهدي جاهز حق السؤال؟ يقول السؤال: من هو عالم فلك الكويتي اللي تم بعلم الفلك من صغره؟ صالح العجيري. مبروك فزت معنا بجائزة مقدمة من وزارة الإعلام. شكرا. يلا أصدقائنا خلينا نشوف شنو سؤال شيخة. عيدكم مبارك، كم أعماركم وشنو أساميكم؟ حور. كم عمرك؟ 11. وأنتي شنو اسمك وكم عمرك؟ ياسمين. وأنتي شنو اسمك وكم عمرك؟ اسمي استبرق وعمري 12. السؤال يقول: شنو هي أطول سورة في القرآن؟ سورة الإخلاص ولا البقرة؟ البقرة. صح. مبروك فزت معنا عيدية مقدمة من وزارة الإعلام، والحين قولي لنا شنو راح تسوين فيها؟ راح اشتري ملابس. عيدك مبارك وعساك من عوادة. والحين راح ننتقل حق أسئلة محمد. عيدك مبارك، وحابين نعرف شنو اسمك وكم عمرك؟ حور. 9. السؤال يقول: من هي أول معلمة كويتية؟ تبين الخيارات؟ يقول سعاد عبد الله ولا مريم عبد الملك صالح؟ مريم عبد الملك صالح. مبروك فزتي معنا بالجائزة مقدمة من وزارة الإعلام. باركوا يا أحباب. من براحة بوسالم نسولف معاكم ونعيد عليكم مع الباحث التراثي الكويتي عن العيد العم بوسالم. نرحب فيك العم بوسالم. عيدك مبارك العم بوسالم، سولف لنا شنو الفرق بين عيد أول والحين؟ يا هلا ويا مرحبا، وكل عام أنتم بخير وعيدكم مبارك إن شاء الله، والله يجعل أيامنا وأيامكم كلها سعادة. الفرق ترى واضح بين أعياد قبل وأعياد الحين. أعياد الحين يعني الصراحة ما أشوف إن الأسرة قاعدة تشارك كلها. قبل الأعياد قبل نحس إن عيد من الفير، من صلاة الفير، مو صلاة العيد، لا، في صلاة الفير قبل صلاة العيد الكل يروح يصلي، وكلنا نروح المسايد ونصلي عيد من الخير. هذه الساعة يبتدي التكبير، تكبيرات العيد، نحس انه فعلا عيد. اسمع الاذان عاد المدن، الله اكبر الله، بهالمسجد وصوت المسجد الثاني، وكل واحد كل ابو ماخذ عياله رايحين المسجد، فالاجواء هذه كلها موجوده، فكنا نستمتع فيها، ما في احد نايم نفس الحين ولا شيء. فاذا رحنا وخلصنا من الصلاه ردينا عاد يبتدي عاد الاحتفال اللي هو بالعيد، تمام على حسب الوصول. اولا في كل واحد يروح حق بيتهم العود، سواء بيت يدهم او خالهم الكبير او شيء كبير العائله، ياخذون كل واحد ياخذ عياله ومرته، وهذا يروحون يسيرون على عودهم ويباركوا له ويهنون بالعيد. والأجواء كلها هذه يعني لازم العيال لازم يكونون موجودين، حتى هم تفقدون
وين عبد الله؟ وين محسن؟ وين خليفة؟ ليش ما جت سارة؟ وين لولو؟ كانوا يتفقدون لأنه ما يصير. أنا اللي قاعد أشوفه الحين في ناس وايد قاموا يقعدون الظهر، ما صار عيد هذا، راحت أناسة العيد. فقبل كله لازم الكل يكون موجود يعدونهم أبد، هذه وين حمولتهم؟ كلهم جايين يشيكون عليهم يستانسون، وبعدين يقعد عاد الكبير يسلمون عليه ويخلصون، واليحال عينهم على العيدية. يا سلام عليك، عينهم على العيدية ويدون هذا عايدنا، هذا ما عايدنا، هذا عطانا، هذا مشون. حتى اليديدة اليد العودة غابت عندها إصرار، وكل ما تمت عطت هذا عيدية. ترى العيدية ترى القصد إنه لبركة بس، يعني ما فيها مباهات ولا هذا عطاني أقل ولا هذا عطاني أكثر، كل من وحالته المادية، يعني مثلا على قده ولا شيء. فكانوا يعطون على أساس إن القصد لبركة بس، والله فلان يعني جزاه الله خير وجبني، عطى عيالي ولا عطى جيراننا ولا عطى اللي مسيرين عليه. فكان العيد هذا يجمع الناس كلها، الخال يشوف اخوانه والعمام واليد واليدة كلهم لازم يكونوا موجودين. وفي بعض البيوت يعني يقولون يبقى مثلا عندهم دواوين، الديوان هذا ديوان حمولتهم ولا ديوان حق الناس يجون يبارشون لهم. وفي بعض الناس لا يروحون حق الشيوخ اول يوم العيد يعايدون على الحاكم والأسرة الكريمة أسرة الحكم، يبارشون لهم ديوانهم مفتوح مضيف حق الناس يجون يبارشون لهم، يصفون دور أبد يبارشون حق شو اسمه حق اللي موجودين. فالأجواء هذه كلها ما يصير إن أحد يغفل عنها، لأن العيد بهالوقت هذه فرحة العيد. وبعدين هذه مسؤولية الأم والأبو، وهم اللي يقعدون عيالهم يأخذونهم وياهم ويجابلونهم، ما يصير يخلونهم والله وين والله عبودي نايم وخلودي بعد للحين سهران من البارح، ما يصير، ما صار عيد. واللبس الجميل اللبس الشعبي اشحلاته دشداشة، وترى هم أنواع الدشاديش قبل احنا يعني كنا نكشخ البزمة والإزرارين اللي فوق أو إزرار أو ظاهر وكبس، يعني أشكال كنا نستانس فيهم، يعني فعلا إحنا نستمتع ذاك الوقت. فالحين تكاد تكون يعني إلا من رحم الله. فإحنا ودنا نوصل رسالة إن وقت العيد لازم الكل يكون مبكر ويفرح ويوصل فرحة حق أهله وتواصل معاهم. ما يصير يقولون والله لا خلاص بيت يدتي أمرها باكر أو عقب باكر، يصير حالاته بنفس الحين. هذا كان ألفة وكان اجتماع طيب وكان حنان بيناتهم وتواصل وبساطة وسجية، هذا يعني جانب بسيط. يعني استمتعنا بسالفتنا العم أبو سالم، قول لنا شنو الفرق بين عيد قبل وعيدنا هاليوم؟ والله العيد الحين يعني الحين قاموا ياخذون شوية يردون حق يعني من خلال الـ يعني مسؤولية الأهل، إن لا قاعد أشوف إنه والله فعلا لا بدأت ترد الدواوين وترد الاجتماعات هذه كلها يجتمعون، فهذا شيء طيب. يعني الحين يعني إن شاء الله قاعدين يعيدون الألفة اللي كانت قبل، هذا الحين إن شاء الله هالأيام، عسى الله يجعل أيامنا وإيامكم كلها سعادة. شكرا لك العم أبو سالم على هالاستضافة الحلوة، وايد استانست إن كنت الحين معانا بعيد الفطر المبارك، وعيدك مبارك. أيامكم سعيدة وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. بخير صحة وسلامة. يا هلا. أصدقائنا الحين ناخذكم معانا إلى دولة المغرب عشان نشوف شو استعداداتهم في استقبال عيد الفطر المبارك. المغرب هي دولة عربية تقع في قارة أفريقيا، وعندهم عادات مميزة في استقبال عيد الفطر المبارك أو العيد الصغير مثل ما يسمونه بالمغرب. وتحرص الأسر المغربية على توزيع الحلويات مثل حلوى كعب الغزال والغريبة وطبعا الشاي المغربي.
وتعتبر عند النساء الحنة عادة مهمة يتحنون فيها الصغار والكبار بمناسبة العيد. ومن الأزياء المميزة اللي يلبسون المغاربة بالعيد القفطان والقندورة، ويلبسون جلابيب تقليدية مغربية. وكانت هذه أهم مظاهر الاحتفال بالعيد بالمغرب. والحين تابعوا معانا أصدقائنا فقرات حلقتنا اليوم. العيد 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 اليوم العيد العيد اليوم العيد العيد. عيدك مبارك، شنو اسمك وكم عمرك؟ فرح صباح، عمري 10. جاهزة حق السؤال؟ اي. الصهيل هو صوت حيوان، شنو الإجابة؟ الحصان. صح عليك، مبروك فزتي معنا بالجائزة مقدمة من وزارة الإعلام. العفو، خلوكم معنا أصدقائنا، خلينا نشوف سؤال شيخة شنو. سلام، شنو أساميكم كم عمركم؟ عمري 9 واسمي علي. أنا اسمي مريم وعمري 8. أنا اسمي دل حيدر. أوكي، السؤال يقول شنو هو أشهر بوم في الكويت، المهلب ولا الساحل؟ أحس المهلب. مهلب. إحساسك صحيح، مبروك إني فزت بالعيدية. نبي نسألك سؤال، شنو راح تسوي بالعيدية؟ ما أدري، أفكر. أوكي، شكراً وعيدك مبارك. عيدك مبارك، شنو اسمك وكم عمرك؟ اسمي موسى وعمري 12. جاهز حق السؤال؟ جاهز. منو مخترع مصباح الكهربائي؟ ما في خيارات؟ لا في خيارات. الخيارات توماس أديسون، نابليون. توماس أديسون. مبروك فزت معنا بالجائزة مقدمة من وزارة الإعلام. خلوكم أصدقائنا، خلينا نشوف سؤال شيخة شنو. سلام، عيدكم مبارك، شنو أساميكم وكم أعماركم؟ اسمي منى عبد الرحمن، عمري 11. سلوى الزحمة. السؤال يقول شنو هو الماء المبارك، ماي زمزم ولا ماي البحر؟ ماي زمزم. مبروك، هذه الجائزة مقدمة من وزارة الإعلام. وآخر شيء نبي نسألك، شنو راح تسوين بالجائزة؟ راح أعطيها أمي. أوكي، شكراً. العيد 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 اليوم العيد العيد اليوم العيد العيد. نتمنى لكم أصدقائنا برنامج استديو الأطفال أنكم استمتعتوا اليوم معنا في فقرة عيديتنا. وإحنا بعد استأنسنا بتوزيع أيادي برنامج استديو الأطفال، واستمتعنا بشوفتكم أنتم أصدقائنا، وعيدكم مبارك وعساكم من عوادة. نرحب فيكم أصدقائنا من هالمكان الحلو اللي من أول ما تم افتتاحه استمتعنا فيه، مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. نبتدي معاكم اليوم رحلتنا الحلوة بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، أو مثل ما نقول دار الأوبرا الكويتية. المركز المعماري هو معلم ثقافي ومعماري مهم، مكان بمركز مدينة الكويت بجانب قصر السلام بشارع الخليج العربي وجمال عبد الناصر. تم افتتاح هذا المركز بحضور الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، وفاز هذا المشروع بجائزة ميرت لأفضل المشاريع العالمية. مشروع دار الأوبرا الكويتية هو من أسرع المشاريع الهندسية العالمية، احتاج بس 22 شهر لإنجاز هذه التحفة المعمارية. والحين أصدقائنا تعالوا نتعرف أكثر على هالمشروع العملاق. تكون مبنى الشيخ جابر الأحمد الثقافي من 4 مباني ضخمة على شكل جواهر، وهالتصميم مستوحى من العمارة الإسلامية. يضم المركز 3 قاعات و3 مسارح للحفلات الموسيقية والمؤتمرات، وكلف هذا المشروع 235 مليون دينار كويتي. في هذا المشروع بعد ساحة علم وحدائق ومساحات خضراء واسعة، والمباني فيه تطل على نافورة عجيبة. وهذا المشروع الضخم فاز بجائزة المباني العالمية، وهالمشروع يفتخر فيه كل الكويتيين سواء كبار أو صغار. والحين خلينا نكمل معاكم جولتنا ورحلتنا في دار الأوبرا الكويتية.
أسولف لكم أصدقائي عن افتتاح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. تم تقديم فقرات فنية وموسيقية من هالفقرات فقرة بحيرة البجع وفقرة كسارة البندق العالميين. وشارك في مراسم افتتاح هذا المركز نخبة من الفنانين منهم سعد الفرج وسعاد عبدالله وحياس الفهد. بالفواصل الغنائية بعد شاركوا الفنانين عبدالله رويشد ونوال الكويتية ونبيل شعيد. طبعا استمر مركز دار الأوبرا بتقديم عروضه الفنية والموسيقية وغيرها على مسارحه، وطبعا بعد يقدمون فعاليات متنوعة للصغار والكبار. نتمنى أصدقائنا عجبتكم جولتنا بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. حين أصدقائنا نبي نروح نتمشى نشوف مطاعم وكافيهات الموجودة هنا ونشرب لنا شيء لذيذ. نرحب فيكم أصدقائنا من ساحة قصر نايف ومن مكان برنامج مدفع الإفطار اللي تعودنا نشوفه كل رمضان. قصر نايف معلم تاريخي في دولتنا الكويت، راح نقول لكم بعض المعلومات عنه. قصر نايف تم بناء سنة 1920 في عهد الشيخ سالم بن مبارك الصباح الله يرحمه. أول ما بنى قصر نايف كان من الطين بس. سنة 1950 تم تجديده أو بناءه من الطابوق والإسمنت. ومدفع الإفطار اللي تعودنا نشوفه كل شهر رمضان اللي يعلن عن موعد الإفطار بدأ استخدامه في منتصف الخمسينات. والحين بعد ما عرفنا هالمعلومات عن قصر نايف ومدفع الإفطار، خل نروح نتعرف على فريق عمل مدفع الإفطار. ننتظرك تجينا تزيد الفرحة فينا وتعيد علينا ودارنا دارك. نرحب فيك معد برنامج مدفع الإفطار بدر الدعي، وعيدك مبارك. حياك الله وأيام سعيدة، والله يعودكم على مثاله أنتم كفريق عمل وأيضاً اللي شاهدنا خلف الشاشة. برنامج مدفع الإفطار صار له سنوات عرض، شنو التجديدات والتطورات اللي سويتوها؟ أولاً حياكم الله في موقعنا في مدفع الإفطار في قصر نايف. يمكن السنة بعد خلينا نقول جائحة كورونا الحمد لله عادت الأمور إلى طبيعتها، ولكن الجديد اللي عندنا السنة أن برنامج المدفع انقسم إلى فريقين. الفريق الأول في بيت العثمان كونه متحف أو بيت تراثي، يقوم في إخراج العمل هناك المخرج محمد بولند وأيضا التقديم الإعلامي سعد الخلف وطلال الخليفة، وهم من يأخذون الجزء الأول للبرنامج. أما الجزء الثاني فعندنا في قصر نايف، التقديم طبعا عند الفنانة منى شداد والإعلامي طلال الماجد، والإخراج لأخونا خالد مطر. يمكن التسائلين عن الجديد، الجديد مثل ما قلت لك أنا أنه في موقعين بالعادة، موقع واحد هناك لجوة بيت أو متحف تراثي، هني قصر نايف يعني غني عن التعريف لو بتحكي عنه ما أخلص، ولكن هذه الساحة تشهد إقبال من الجمهور خاصة قبل الفطور. يمكن إحنا يؤذن عندنا الساعة 6 وشيء، ولكن تواجد الجمهور من الساعة 4 نيتي على واقع الأسئلة، الأسئلة متنوعة. إحنا حرصنا في كل حلقة خاصة في الحلقات الأولى نسمي كل حلقة بشخصية، مثلا الفلكي المرحوم صالح العجيري، عندنا الفنان راحل حسين عبد الرضا، وأنت اللي رايحة، والأسئلة تنوع بين تراثية وشخصيات ومعلومات عامة ورياضية. ايضا لو بتلاحظين الجانب عندنا الجانب التراثي في قصر نايف، عندنا المهن الكويتيه خاصه عندك المزين، عندك البزاز اللي يبيع الخام وخلافه والحلواتي، وايضا استعنا في فريق اكسبو للمهن التراثيه
يكون ويانا في كل حلقة واحد من الحرفيين يعرض منتوجاته وأعماله للجمهور وأيضا للمشاهد عبر الشاشة. شلون تحضرون أسئلة المشاركين؟ بالنسبة للأسئلة مثل ما تفضلت وقلت لك مساء، احنا دائما وأنا أتكلم عن نفسي وفريق العمل، احنا أولا نرجع إلى مراجع موثوقة من كتب وخلافة، ونقسم الأسئلة على فئات. عندنا فئات شخصيات كويتية، عندنا أيضا تواريخ في تاريخ المعلومات عن تاريخ الكويت، وأيضا عندنا معلومات عامة وأيضا دينية، وأيضا عندنا الأسئلة الرياضية الخفيفة، بحيث أن مو القصد أني أسألك وتجاوب، بحيث أني أوصل لك معلومة، ولكن بالنهاية كمشارك طالما تعنيت عندنا في الموقع راح تفوز. وأيضا الجانب الجديد عندنا السنة، عندنا أيضا المشاركة عن طريق الاتصال، هذه في بيت العثمان، لأن هناك ما يتواجد الجمهور، الجمهور عندنا في قصر نايف. شكرا لك الأستاذ بدر دعي، وأيدك مبارك. عساكم من عوادة وتقبل طاعتكم، والله يعودنا وإياكم على أمثال هذه المناسبة أعوام وأعوام بإذن الله. شوفت كل أهلنا وإخواني وربعنا، خير وصحة كلنا، لكويتنا مبارك. نرحب فيك معنا في برنامج استديو الأطفال أستاذ طلال الماجد. حياك الله محمد، وأنا وايد سعيد برنامج استديو الأطفال، وسعيد فيكم أنتم، واسم الله عليكم طاقات جدا جميلة ومثقفين صغار ومذيعين إن شاء الله كبار بتكونوا بالمستقبل. بما أن اليوم إحنا في برنامج مدفع الأفطار، حابين نعرف شنو تحضيراتكم وشلون تقدموا البرنامج المميز. الله يخليك، وهو مميز بجمهوره، يعني برنامج مدفع الأفطار هذا البرنامج اللي صار له تقريبا 12 سنة، جمالة من جمال جمهوره، بساطتهم، لقاءاتنا معاهم، كل واحد يكون عنده موهبة معينة، اللي والله يقول لي استاذ طلال أنا حافظ قرآن بطلع معك، أقول له يلا، اللي يقول لي عندي قصيدة بحب الوطن وحب الأميرة أقول له تفضل، اللي عنده موهبة، يعني الجمهور حلو وهو اللي منجح البرنامج. احنا تحضيراتنا طبعا تدري مع المخرج اني قبل الهواء بثلاث ساعات، هذا اللي ما يدرون عنه الناس، نسوي بروفة اسمها بروفة حركة، وين نمشي وين نوقف، احنا في اشياء متفقين مع المخرج قبل لا نطلع على الهواء، فاحنا نمشي عارفين وين اخرنا، وين وقفتنا، اي كاميرا نطالع هالكاميرا بالبداية، الثانية بالنص، كذي هذه التحضيرات، ونحضر اسئلة حلوة وجوائز بعد حلوة. تقدرون تغيرون السؤال إذا ما عرفوا الجمهور، أو تقدرون تغيرون السؤال إذا كان صعب عليهم؟ والله إحنا ما عندنا ولا أحد قال إن الأسئلة صعبة، لأن بالمجمل فيها اختيارات، يعني مثلا إذا سألناك أبراج الكويت متى تم إنشائها، إذا ما عرفت نقول لك نحط لك اختيارات ثانية. أيه. علشان كذي إحنا الهدف مو إن نسقط أو نخسر اللي نقابله والأطفال، لا لا لا، نبيهم يستانسون، نبيهم يفرحون. أنا حاس بجو زوارة عائلية عن جد، يعني والأربع سنين اللي قضيتها في البرنامج خلاص صار في عشرة بيني وبين الجمهور. يعطيك العافية أستاذ طلال الماجد على البرنامج المميز. الله يعافيك حبيبي، أنتوا نورتونا وأسعدتونا، وأحلى تحية لك والقائمين على استديو الأطفال. حبيبي يعطيك العافية. شكرا لك. نرحب فيك في برنامج استديو الأطفال، المذيع القدير سعد خلف مذيع برنامج مدفع الإفطار. أهلا وسهلا فيك، وأنا سعيد حور أني أكون معك ومع الموجودين هنا زملائك، والله يعطيك الصحة والعافية، ومستعد الرد على أي سؤال أنت تقولينه. أوكي. سؤالي، إذا سألتوا أسئلة حق الجمهور وكانت صعبة عليهم، هل تعطونهم أول شيء الاختيارات بسرعة ولا تطرونهم لين يقولون صعب؟ لا، احنا هو بالاساس كان احنا يوم بدينا يعني بالسؤال ما في اختيارات، بعدين شفنا ان الثقافه العامه عند الناس شويه قليله، مو كل واحد يعني يعرف الاجوبه، فبدينا يعني نشوفه هالشخص هذا اول ما نساله هل عنده اجابه، هل هو مثلا يبي يفكر ولا خلاص يبي. شلون تحسون على طول يعني من رده فعله، من ردة فعل هذا الشخص أعرف إنه ما عنده أي معلومة، فبالتالي يقول أعطوني اختيارات، نعطي ثلاث اختيارات. بعض المرات نتدرج معه نقول مثلا يلا إذا قلنا كذي صح ولا لا،
لا قال نعطي الثاني نعطي ثالث، لكن العموم نعطي ثلاث اختيارات، لأن بالنهاية إحنا ما نبي نسقط واحد مثلاً نخسره، نبي نعطي معلومة حق المشاهد اللي قاعد يتابع عن طريق المتسابق اللي موجود معانا هنا. وإذا ماكو اختيارات هم يجاوبون على الأسئلة بروحهم، هل تغيرون سؤال ولا لا؟ لا، هو كل واحد له سؤال، إذا السؤال ما في اختيارات خاص جاوب صح ياخذ جائزة، جاوب غلط نقول له مشكور وإن شاء الله نلقاك مرة ثانية وتفوز معانا يعني. مشكور، يعطيك العافية وعساك من عوادة. وأنت يعني وأنت والأطفال اللي معاكم في الاستديو الأطفال نقول لهم كل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة أيضا. وبنهاية حلقتنا اليوم الخاصة بعيد الفطر السعيد، نتمنى لكم السعادة والفرح بجميع أيام حياتكم. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة أصدقائنا في الكويت وفي كل أنحاء العالم. عساكم من عوادة وعلى السلامة. بعيد هالحلالة كل الطرب يحلالة، العيد هالهلالة والله كل الطرب يحلالة، يا ربنا.